نذهب إلى زميلنا علي حنون اللي أجدد الترحاب بك مرة أخرى. علي، أنت قريب من الحدث، والإعلام العراقي الآن مطالب بالوقوف خلف أسود الرافدين في هذه المهمة الوطنية القومية، هي مهمة الصعود إلى كأس العالم. كيف ترى علي هذه المباراة وأنت قريب حتى من المنتخب الفلسطيني؟ لا أكيد أخي أبو علي، الإعلام العراقي، خلنا نجي للشطر الأول، هو تضامن أو رؤية الإعلام العراقي لهذه المهمة. المهمة هي قضية وطن، وبالتالي ينبغي أن تحشد المنظومات الإعلامية والمنصات الإعلامية باتجاه تحقيق الهدف الأسمى، وهو التأهل إلى مونديال 2026. وبالتالي وجد الإعلام هذه البارقة، بارقة الأمل موجودة، طالما أنه أمور أخرى تشفع لنا في تقديم الصورة الزاهية، الصورة التي تزدان بتحقيق النتائج الإيجابية موجودة. لذلك أخذت المنصات والمنظومات الإعلامية والقنوات الفضائية على عاتقها أن تتوحد في رؤاها وأفكارها وفلسفتها، وتذهب باتجاه دعم المنتخب الوطني. وهذه الحالة ليست وليدة اليوم، وإنما منذ سنوات خلت، وهي مع تغيير الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني كانت هناك عمليات حضور ممنهجة من أجل دعم المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الحالي. وبالتالي أعتقد أنه كل الرؤى الإيجابية موجودة الآن تدعم منتخبنا الوطني في رحلة الحاسمة، عودة إلى مباراة يوم غدا التي سيلتقي بها منتخبنا مع الفدائي الفلسطيني. أعتقد أنها مباراة في حساب ومنطق كرة القدم، لا يمكن التكهن بنتيجتها. نعم، ذكر كابتن حسن أنه عديد المقومات موجودة في تشكيلة منتخبنا، سواء من الناحية من الجانب الفردي أو الجانب الأداء الجماعي، لكن عملية الانسجام الآن لم تصل إلى المرحلة المطلوبة لنستطيع من خلالها أن نذيب الإمكانات الفردية للاعبين في رؤية الأداء الجماعي. وبالتالي هذه منغصة عندنا لا تزال موجودة مع وجود عوامل أخرى تدعم منتخبنا الوطني. نعود ونقول أنه في حسابات المنطقية لكرة القدم لا تعترف إلا بالأداء داخل الملعب. نعم، ربما نضع نحن نظريا حساباتنا الخاصة لهذه المباراة ونجد أنه هناك أفضلية ومؤشر مرتفع لخط عطاء لاعبينا في المباراة، لكن هذا لن يكون واقعا إلا من خلال بدء المباراة ودقائق المباراة، والتي هي ستكشف لنا إذا كان منتخبنا يستطيع أن يكسب نقاط هذه المباراة. مع أننا يعني كتوقعات نعتقد أنها مباراة صعبة، مع أن أمنياتنا تذهب باتجاه أن يكون منتخبنا الصعوبة علي؟ الذي يكسب نتيجة هذه المباراة. اليوم كان التفاؤل مرسوم. وين الصعوبة علي؟ لا، كما اتفقنا أنه الصعوبة عندنا عدد من اللاعبين الذين تغيروا وغابوا عن التشكيلة. تعرف أنه الأسلوب عندما يكون هناك استقرار، الجهاز الفني يستطيع أن يرسم رؤية أو فلسفة أو نظام لعب لأداء لاعبينا. وبالتالي إذا سمحت لي، عفوا، كاساس في مؤتمر الصحفي اليوم لم يشر إلى مهمة غياب عدد من اللاعبين، لأنه بالمؤتمر يعني عند البدلاء ويراهن على الموجودين، لذلك هو لم يعر أي أهمية إلى اللاعبين الذين غابوا عن تشكيلة المباراة. نعم أبو علي، لا يمكن. أنت تعرف أبو علي، أنت تعرف هذه المؤتمرات الصحفية التي تقام قبل المباريات هي أجوبتها دبلوماسية ورؤيتها دبلوماسية، لا يمكن أن تقارن بالمنطق والواقع. وبالتالي هو يريد ومن حقه هذا، سواء مدربنا أو المدرب المنتخب الفلسطيني، لا يريد أن يكشف كامل أوراقه، وبالتالي هذه جزء من رؤيته اللي لا يمكن أن يظهرها. أكيد يتأثر بغياب عدد من اللاعبين، يعني هو صار له فترة معينة، فترة أو مدة يرسم فلسفة وفق الإمكانات الفردية الموجودة عنده.